تمام. اللي هيتم شرحه خلال المحاضرة النهاردة هنشرح تبويب ديفلوبر، هنشرح الـ Add-in من قائمة Insert، هنشرح الماكرو، هنشرح ازاي نعمل ترقيم تلقائي متسلسل لجداول الوورد، هنصمم سيرة ذاتية، هنصمم شهادة تقدير، هنصمم شعار أو لوجو مع بعض. بداية كده أنا عندي التبويبات أو شريط القوائم اللي فوق، عندي قائمة فايل، قائمة هوم، انسيرت، ديزاين، لي اوت، ريفرنس، ميلينج، ريفيو، فيو. طيب نفرض إن أنا عايز أضيف قائمة تاني إلى شريط القوائم من فوق، أروح على قائمة فايل، بعد كده بروح على أوبشن اللي هي الإعدادات، وبعد كده بختار حاجة اسمها كستمايز ريبون. ظهرت عندي قوائم كتير، هختار منها، هعلم على الديفلوبر، اعلم عليها علامة صح وادوس على اوكي. انا معلم عليها وادوس اوكي. تمام. في حد كان كلمني ان المايكرو في مشكلة في المايكرو، يعني احنا دلوقتي كمثال جينا ادرجنا نص تم إدراج نص، ما هو أوفيس 2010 ما فيهوش الديفلوبر. الديفلوبر هتكون موجودة في أوفيس 2016 و2019، 16 و19، 16 و19. تمام. أدرجت نص زي بسم الله الرحمن الرحيم. مثلا كبرت الحجم بتاع الخط. تمام. ادي بكبر حجم الخط. التنسيقات العادية اللي احنا اشتغلنا عليها في قائمة هوم، التنسيقات العادية اللي احنا اشتغلنا عليها في قائمة هوم. كتبت اللي انا عايز اعمل له ماكرو. اروح على تبويب اسمه فيو، بعد كده بختار حاجة اسمها ماكرو. طيب انا عايز ابتدي اسجل الماكرو ده، فادوس على ريكورد ماكرو، هتظهر عندي قائمه. القائمه دي فيها اول حاجه الاسم بتاع الماكرو، وفيها الكيبورد والبوتوم. الكيبورد لو عايز اعمل اختصار من الكيبورد بس، يفضل الناس ما تدخلش عليها علشان ما تلعبش في اعدادات البرنامج. لو دوست عليها كمثال، انا واحد عايز اعمل اختصاره، في مربع هنا مكتوب عليه بريس نيو شورت كات كي، يعني عايز اضغط مفتاح اختصار، بحيث ان انا لما اضغط على المفتاح دي يتفعل معايا المايكرو تلقائي. انا مش عايز اضغط المفتاح ده، قلنا ريكورد، فاختار حاجه اسمها بوتوم. لما دوست على اختيار البوتوم ظهر عندي الوورد اوبشن، معناها ان انا بيمكنني ان انا اضيف الماكرو عندي، اضيفه في شريط الوصول السريع اللي هو الكويك اكسس بار، بدوس عليه وبدوس اد اضافه، بدوس على اوكي. تمام. فظهر معايا زي مربع كده صغير، جيت اكتب بسم الله الرحمن الرحيم،
اكبر حجم الخط. تمام، واروح على فيو واختار ستوب ريكوردينج، عايز اوقف التسجيل بتاع المايكرو. فلو جيت اكتب اي حاجه هنا، اي حاجه كتبتها، وجيت بعد كده دوست على شريط الوصول السريع من فوق اللي هو النورمال نيو ماكرو، دوست عليها فظهر اللي انا عملت له ماكرو اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم. طب ايه هو الماكرو اصلا؟ يعني الناس مش فاهمه يعني ايه ماكرو. ماكرو دي حاجه خاصه بلغه البرمجه، لغه البرمجه بيستعملها اكتر الناس اللي بيشتغلوا في البرمجه، واللغه المستعمله دائما هي الماكرو، بجانب في حاجه اسمها الفي بي اي. لغه البرمجه اللي بيستعملها المايكروسوفت وورد هي الفي بي اي. الفي بي اي تمام. برضو قلم الديفلوبر اللي بيستعملوها اكتر المبرمجين، في موضوع الابحاث، انا على فكره انا لو مثلا عايز احفظ، انا عايز اعمل جمله اساسيه عندي، الجمله دي احفظها واكون فاكرها بعد كده، بحيث ان انا احطها داخل كل مستند او كل صفحه، بعملها عن طريق المايكرو. هي نفس استعمال فورمات بنتر، نفس التنسيق، بس الاختلاف ان انا لو جيت قفلت مايكروسوفت وورد شغلته تاني، المايكرو هيكون موجود، هيكون قاعد محفوظ عندي على مايكروسوفت وورد. لكن الفورمات بنتر بيكون على خلال نفس المستند، لو جيت قفلت المستند وشغلته تاني، فكده الفورمات بنتر اشتغلش معايا. تمام، دي مراجعة سريعة على الماكرو اللي احنا خدناها المحاضرة اللي فاتت. حلو، في حاجة عندي تاني اسمها add in. في قائمة insert في عندي حاجة اسمها add in، اضافة. add in في حاجة اسمها my add in. ايه my add in؟ add in دي لو عايز اضيف مثلا رمز QR، لو عايز اضيف حاجه اسمها سكريبت ماس، لو دوست مانج تحكم، دوست جو، ادوس على اد، فلازم اكون على الاقل عندي على الجهاز لو عايز اضيف حاجات تانية خاصة بالإضافات. لو عايز أضيف QR، الناس تدخل على الـ Add In أو الـ Get Add In. أول ما أدوس على Add In من قائمة Insert، ظهرت عندي قائمة السيرش. في قائمة السيرش هنا هكتب My Script Mass. ماي سكريبت ماس، بدور على ماي سكريبت ماس. لو دوست مثلا اد هنا، دوست كونتينيو ورحت على الماي اد، الاضافات بتاعتي المفروض تكون موجود او تظهر لي هنا ادي بوك اوف ماس سيمبل. لو دوست على اي حاجه فيهم تلاقيها بتتفعل عندي في الوورد، تشتغل عندي في الوورد. اهي هدوس على اي حاجه عندي هتلاقيها تنزل عندي في الوورد. دي الاضافات الخاصه بي. طيب جيت وقفت هنا تاني ودوست على QR for office. لو عايز اعمل رمز QR، رمز QR داخل برنامج اوفيس، مايكروسوفت اوفيس، بروح على قائمة insert، بعد كده في قائمة عندي اسمها add in اللي هي الاضافات، واختار منها get add ins. في مربع البحث هكتب QR for office، اعمل عن سيرش، هبحث عنها، فهدور في ال ادور على حاجه اسمها كيو ار فور اوفيس. لو دوست اد وادوس كونتينيو،
هتلاقيها اتضافت لي هنا في الماي اد الاضافات بتاعتي. ريتري هنا في مشكلة عندي في ال في البحث، ناس لو بحثت اللي معاه نسخة 2016 او 2019 هلاقيها موجودة عنده. دي خاصة بإيه؟ إن أنا لو عايز أضيف إضافات تاني لبرنامج مايكروسوفت وورد، والإضافات دي مش موجودة عندي على الجهاز، أنا عايز أضيفها من عندي، عايز أعمل زي رمز كيو آر وأدوس على حاجة اسمها جيت أد أي إن إس، أكتب كيو آر فور أوفيس. طيب لو عايز أضيف زي شغل رياضة فهروح وأكتب حاجة اسمها ماي سكريبت ماس، ماي سكريبت ماس. دي من فين؟ من جيت اد اي ان اس. الاضافات اللي انا هتظهر عندي من ماي اد اي ان اس. الويكيبيديا ده لو عايز اعمل بحث عن طريق الانترنت، بحث عن طريق الانترنت صوتي واضح للناس ولا لا؟ الصوت واضح للناس ولا لا؟ تمام واضح ماشي. طيب في مشكلة في الـ add ins، add ins دي اضافات هنضيفها للبرنامج مايكروسوفت اوفيس وورد. يعني لو جيت على قائمة انسيرت واخترت حاجة اسمها اد اي ان اس ودست على جيت الحصول على الاد اي ان اس، الحصول على اضافات دست عليها، هتظهر معايا قائمة بحث. قائمة البحث ده هكتب فيها اللي انا بدور عليه، يعني مثلا بدور على حاجه اسمها كيو ار فور اوفيس ودوست على السيرش، اد الكيو ار فور اوفيس، هدوس اد، هدوس كونتينيو. استنى عليه، فهو ظهر لي في القائمه هنا الكيو ار فور اوفيس اهو. هنا مثلا لو دوست www.google.com، هنا اللون بتاع الكيو ار عايز تخليه، انا هخليه زي ما هو، الاسود والابيض، الباك جراوند الخلفيه بيضه، السايز زي ما هو مثلا. ولو دوست على انسرت ويتم ادراجه. بقعد اغير زي ما انا عايز هنا في الاعدادات بتاعتي، اللي هو الكلر والباك جراوند والسايز والايرور كوركشن. الكلر اللي هو اللون، اللون نفسه بتاع الكيو ار، وهنا الباك جراوند الخلفيه بتاعت الكيو ار، والسايز اللي هو الحجم. وهنا الايرور كوركشن التصحيحات عندي، وهنا بريفيو اللي هو المراجعه. هدوس على انسيرت، لما ادوس على انسيرت هيتم ادراجها عندي. انا استجرب عندها تدوس على انسيرت هيتم ادراجها عندي. هي ملهاش استفاده الاضافات دي، بس انا لو عايز اعمل رمز كيو ار عندي، لو عايز اجيب مثلا حاجه زي، بتساعدني برضو في المعادلات. لما اجي اكتب معادلات لما اجي اكتب معادلات، لو رحت على الجيت اد ان ودوست على ماي سكريبت ماس، ماي سكريبت ماس،
بدور هنا على اي حاجة عايز اضيفها. هي بتفيدني في ايه؟ يعني مثلا انا لو جيت في حاجه اسمها درو اللي هو رسام، لو جيت رسمت مثلا معادله وكتبت معادله يدوي زي ما احنا كنا بنعملها، هي نفس الرسام بالظبط. يعني انا لما جيت استعمل فيها المعادلات وجيت كتبت معادله يدوي، رسمت معادله زي ما انا عايز، كتبت المعادله زي ما انا عايز، تمام. لو ضفت بدل ما اروح على الايكويشن او السيمبل، بدل ما اروح عليهم في حاجه اسمها الاي ان كي. يعني الرسم لو عايز ترسم معادله اهو، ترسم معادله زي كده، ولو دست على انسرت فهو هيدرجها لك تلقائي في برنامج الوورد. انا ممكن برضو عن طريق الاد ان اضيف اضافات او اضيف زي اب تطبيق من خلاله ارسم اللي انا عايزه او المعادلات اللي انا عايز اعملها، ويتم ادراجها تلقائيا في برنامج الوورد. لا، هي 2016 و19، 16 و19، 16 و19، تمام. هتكون معاك في 16 و19. تمام، رسم المعادلة. هنخش على تاب انسيرت، بعد كده الاكويشن، بعد كده هختار حاجة اسمها لينك اكويشن، ارسم المعادلة اللي انا عايزها واكتبها يدوي. انا كتبت دي وعايز ادرجها داخل مايكروسوفت وورد، ادوس على انسيرت فتم ادراج المعادلة عندي. تم إدراج المعادلة، تمام. يبقى اللي كان فاضل هنا من قائمة insert اللي هو add ins، هي ملهاش استفادة، بس هي الفكرة إن أنا لو حابب أضيف إضافات زيادة على برنامج الوورد اللي عندي. وأخدنا برضه إزاي أضيف قائمة الديفولوبر، وأخدنا الماكرو، فحاليا هنشرح قائمة الديفولوبر وإيه اللي هيفيدنا منها. اول حاجة هعمل ادراج لجدول، وهكتب فيه البيانات اللي عندي دي: الاسم، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، النوع، الحالة الاجتماعية، منطقة السكن، العنوان، الهاتف، الجوال. اجي مثلا اربع خلايا اعمل لهم دمج مع بعض. بعمل لهم دمج من فين؟ من قائمة لي اوت، مش من القائمة المريدة عندي. انا اول ما اعمل اقف في التيبل هتفتح معايا قائمتين تانية، قائمة اسمها ديزاين وقائمة اسمها لي اوت. ديزاين اللي هو التصميم، ولي اوت اللي هو التخطيط. هحدد اربع خلايا وادوس على ميرج دمج، ميرج اللي هو دمج، تمام. اروح على قائمة ديفولوبر، شايفين المجموعة اللي هي اسمها كنترول اللي هي التحكم، بدوس على البيكتشر، بيكتشر كونتين كنترول، هدوس عليها فتم ادراج صورة عندي. تم ادراج الصورة، يعني كأني عايز اعمل استمارة، تمام، واظبطها زي ما انا عايز اهو. ومجرد ما هدوس عليها هيفتح لي، هيقول لي انت عايز الصورة من فين، اختار اي صورة عندي ودوس انسيرت. شايفين اللي حصل؟ تم ادراج الصورة، هنا الاسم بقى، الاسم اللي هو تكست اللي هو نص، فاروح على حاجة اسمها الـ AA اللي هو Rich Text Content Control. لما ادوس عليها هيجي لي هنا بيقول لي انقر هنا لاضافة التكست النص،
هروح على حاجة اسمها بروبرتيز، خصائص. خصائص النص انت عايزه هنا يظهر لك ايه من فوق في التايتل، عنوان مثلا، الاسم رباعي، الاسم رباعي، الاسم رباعي. طيب في حاجة اسمها كونتنت كنترول كان نوت بي ديليتد، حد مش هيقدر يعدل على الاستمارة اللي انت هتعملها، وهدوس اوكي. فقال له هو الاسم رباعي. لو جيت اكتب اسم رباعي جرب تكتب كده اسم تاني، كتب، بس خلي بالك هو قال لك ايه، قال لك الاسم رباعي، التزم بيه اللي هو قايله له. طيب انا لا مش عايز اكتب الاسم، ارجع تاني اهو. فقال لي هنا كليك اور تاب هير تو انتر تكست، اضغط هنا لاضافة النص. روبرتز هنا الاسم رباعي، علم انا صح على يوز ستايل فورمات، اختار مثلا نيو ستايل، وعدل هنا زي ما عايز في الفورمات، مثلا نمط البيانات، اكتب كمثال نمط البيانات، اكتب اي حاجة داخلها، ستايل دي كلها تنسيقات مختلفة، ادي اللون، ادي البولد، ادي انواع الخطوط، هنا الحجم بتاع الخط. لو دوست اوكي بعد كده وادوس هنا اوكي، دي كتبت. اسمي رباعي كمثال. طيب انا مش عايز اكتب، عايز اخليها استماره، وبحيث ان اي حد يجي بعد كده يعدي يكتب عليها، يعني انا عايز ابعتها للناس بس ما يكونش تكون فاضيه عشان يكتبوا عليها زي ما هم عايزين. بروح على حاجه اسمها ديزاين مود، وضع التصميم، ادوس عليه فبيقول لي لو عايز تغير ايه بالظبط. هنا اغير كلمه تكست اخليها نيم، لو عايز تكتب بالعربي مفيش مشكله اهو، لغيت ده كله واكتب انقر هنا لاضافة الاسم، هطلع من وضع تصميم فاقل لي اهو انقر هنا لاضافة الاسم، انقر هنا لاضافة الاسم. هروح على رقم الهوية، هعمل نفس الكلام، هروح رقم الهوية اختار ايه اللي هو ريتش تكست كونتنت كنترول، هروح على بروبرتيز هكتب هنا مثلا رقم الهوية، رقم الهوية، اعلم على كونتنت كنترول كان نوت بي ديليتد، هنا اليوز نفس الاستايلات خلاص طالما علمت عامل صح هدوس. طيب انا عايز اعدل، عايز اكتب هنا، هروح على ديزاين مود اكتب انقر هنا لاضافة رقم الهوية. طيب بس انا ايه هصغر الخط شوية، عدل زي ما انا عايز، خط يظهر شوية اهو، هشيل البولد واخليه حاجة زي كده. الدمج، علم على خليتين، لازم اكون معلم على خليتين مع بعض. فوق خالص ظهرت معايا حاجه اسمها التيبل تولز، ادوات الجدول، في ديزاين ولي اوت، ديزاين اللي هو وضع التصميم، لي اوت اللي هو التخطيط، وبعد كده اختار حاجه اسمها الميرج سيلز، الميرج سيلز دي دمج الخلايا. اروح بعد كده هنا على تاريخ الميلاد، تاريخ الميلاد هروح على قائمه ديفلوبر، ادور على تاريخ الميلاد، تاريخ الميلاد هختار هنا حاجه اسمها الديت بيكر كونتنت كنترول، هدوس عليها. ولو رحت على بروبرتيز خصائص ظهر معايا انت عايز تحط تكتب هنا تاريخ الميلاد، تاريخ الميلاد. طيب مثلا على صح ستايلات
نمط البيانات، لازم اكون هنا مختار اختيار اسمه نمط البيانات، اختار نمط البيانات عشان يظهر لي نفس التنسيقات. هنا اكتب اشوف التاريخ عايز اخليه يظهر ازاي، خليه يظهر مثلا كده وادوس اوكي. اكتب هنا لو عايز اعدل، اكتب بعد كده انقر هنا لإضافة تاريخ الميلاد. بس أنا هطلع من وضع التصميم. النوع، النوع بقى أنا عايز مثلا أعمل له زي إيه، أخلي أول حاجة أخلي أروح على layout، وأروح على اللي هو split sales، اختار اربع اعمدة وصف واحد، دوست اوكي. احاول مثلا على قد ما اقدر اول عمود ده اصغره كده شوية، العمود التاني اصغره برضو شوية، اقف هنا واروح في قائمة ديفولوبر، اختار من هنا حاجة اسمها شايفين اللي هو التشيك بوكس، هدوس عليها اللي ظهر هنا برضو، اختار تشيك بوكس. اول ما ادوس عليها يعمل لي علامة اكس. طيب انا عايز اكتب هنا مثلا ذكر، عايز اكتب هنا انثى. طيب بيعمل لي علامة اكس، لا انا عايز اغيرها، بروح على بروبرتيز، شايفين في حاجة اسمها تشيك سيمبل، ادوس تشينج تغيير، ادوس تشينج اللي هو تغيير، ادور لان انا عايز لما ادوس عليه يظهر لي ايه، ادور مثلا علامة الصح، بس لازم اكون مختار الوين دي، اختار اللي هو اطلع فوق، اختار حاجة اسمها الوين دينجز. تمام، ادور على علامة الصح مثلا اهي، انا عايز دي تظهر لي، دوست اوكي، دوست اوكي. فلما باجي ادوس ثاني كده بيعمل لي علامه صح على ذكر، لو دوست على انثى فكده عمل لي علامه الاكس عليها. طيب انا مش عايز وضع التصميم، انا عايز وضع التصميم لكن انا مش عايزه، بس الاول اصغر شويه، او بمعنى صح انا هعمل ايه، هروح على ديفلوبر، اختار بروبرتيز، اختار من هنا حاجة اسمها نمط البيانات وادوس اوكي. لازم اختار نمط البيانات عشان اشتغل معايا بكل اللي انا عامله. نمط البيانات هنا، نمط البيانات. تمام، الحالة الاجتماعية، الحالة الاجتماعية دي بعمل لها قائمة، قائمة منسدلة. ازاي قائمة منسدلة؟ بروح على ديفلوبر، اختار حاجة اسمها هنا اسمها دروب داون ليست كونتنت كنترول، دروب داون ليست كونتنت كنترول، دوست عليها اللي ظهر بيقول لي انقر هنا للاضافه. مفيش حاجه عندي، انا بس عايز اعمل اختيار التاني، فبروح على قائمه بروبرتيز، اختار مثلا هنا الحاله الاجتماعيه، اكتب الحاله الاجتماعيه. تمام، اختار علم عن صح على يوز ستايل فورمات، اختار نمط البيانات تحت أعزب، دوس أوكي. طيب أضيف تاني مثلا متزوج، دوس أوكي. طيب دوس أوكي، ولو دوست أوكي ورحت دوست على القائمة دي وظهر معايا أعزب ولا متزوج ولا مطلق، ده لو عايز أعمل زي قائمة منسدلة.
يعني ايه نمط البيانات؟ لما جيت هنا ورحت دست على البروبرتيز، فاول حاجة خالص دخلت على النيو ستايل، فرحت عملت نمط انا جهزته من عندي، يعني تنسيق، اخترت مثلا نوع الخط، الحجم بتاعه، اديته بولد، اللون. بعد كده انا سميت الشغل انا عملته ده باسم اسمه نمط البيانات، هسمي الشغل ده اسمه نمط البيانات عشان احفظه. بعد كده وادوس على اوكي، علشان بعد كده لما اجي ادوس على الستايل هنا يظهر لي في القائمه دي نمط البيانات، بحيث ان انا مش كل مره اغير الستايلات، مش كل مره هغير ستايلات. ما ننساش نعلم علامه صح على الكونتنت كنترول كان نوت بي ديليت، عشان ما حدش يقدر يعدل في الاستماره بتاعتي. بالنسبة للرسائل مثلا، نصر اعمل اد تاني مثلا الكويت، اعمل اد تاني اختار مثلا رات، وهكذا يعني ادوس اوكي. بس لو عايز احذف واحدة فيهم ادوس على ريموف، لو عايز اخلي واحدة من فوق موف اب، اهو حركت الكويت قبل مصر، عايز اخليها من تحت تاني موف داون، دوست اوكي ورحت هنا فتحت القائمة، هيظهر معايا الاختيارات اللي انا عملتها. طيب لو عايز اغير الكلام المكتوب ده اللي هو choice an item من design mode، واقول مثلا انقرض هنا لاضافة منطقة السكن وهكذا، بس انا مش عايز اغيرها، انا مش عايز اغيرها. تمام، العنوان نفس الحكاية، وبرضو الباقي كله نفس ما انا عملت فوق. انا كل استعمال هنا هيبقى ايه، في تشيك بوكس، التشيك بوكس اللي هي ايه، الصورة والتشيك بوكس واللي هو القائمة المنسدلة، واخر حاجة زي ما قلنا اللي هو بالنسبة التاريخ. الحاجات التانية دي انا مش هستطيع اعتبر زي التشيك بوكس، هنا دي برضو مش هتفيدني في حاجة. هنا لو عايز بلين كليك اتاب هير انتر تكست، برضو نفس التكست. في حاجة في بالظبط عشان تنسيق الخط يثبت معايا. طيب في حاجة اسمها هنا فيجوال بيزك، لغة البرمجة في مايكروسوفت فيجوال بيزك ابلكيشن. ساعات بيجيب لك سؤال في الامتحان الدولي بيقول لك ايه لغة البرمجة المستخدمة في برنامج مايكروسوفت وورد، اللغة اسمها في بي اي اللي هو اختصارة فيجوال بيزك ابلكيشن، في بي اي. الماكرو هو زي ما استعملناه في قائمة الفيو دي بالنسبة للاد ان الاضافات، وهنا الكنترول اللي احنا اشتغلنا فيها دي. لو عايز اعمل دوكيمنت تمبلت على الجهاز عندي، تمبلت للمستند، ريستراكت لو دوست هنا الو ودوست على الفيلنج انفور، معناها ان انا بسمح لمين اللي عمل الفورم بس هو اللي يعدل فيها. بروح على ريستراكت اديتنج وبختار علم علامة صح على allow only this type of editing in the document، واختار من الاختيارات اللي عندي من القائمة المنسدلة، اختار حاجة اسمها filing in form. تمام، دي بالنسبة للفورم. بالنسبة للفورم طيب في حاجة في قائمة دي ضفناها عن طريق الايه، الاد ان اضافات، وما تشتغل معايا هي مش هتفيدني في حاجه اصلا. اروح على قائمه فايل
اوبشن من كاستمايز ريبون، اشيل السكريبت لاب ادوس اوكي. في حاجه في الفورم او الاستماره اللي انا عايز اعملها مش واصل للناس. يبقى كده احنا شرحنا تويب ديفلوبر ومسقنا على اللي هو الاد اي انسرت من قائمه انسرت. دي 10 دقائق ريست للناس تصلي المغرب، وهنرجع تاني 10 دقائق لحد الا 5 كده، لحد الا 5، وبعد ما نرجع ان شاء الله نصمم مع بعض شهاده تقدير وشعار او لوجو، ونصمم سيره ذاتيه. هنصمم سيره ذاتيه لو الوقت كفى معانا. تمام. فايل امر اوبشن، يبقى فايل بعد كده اوبشن، بعد كده بختار حاجه اسمها كاستمايز ريبون. في المين تاب اللي هو ناحيه اليمين، في المين تاب اقعد ادور على قائمه ديفلوبر، اتاكد ان هي متعلم عليها علامه صح. لو مش متعلم يبقى هي كده مش موجوده. اتاكد ان هي متعلم عليها علامه صح. زي ما قلنا هنعمل اهو حاجه مثلا كمثال، لو عايز اشتغل ك ادي الديفلوبر اخترت اي واحد فيهم مثلا. لو عايز اعدل الاسم المكتوب ده من ديزاين مود، لو مش عايز اعدله واروح على الخصائص بتاعته بروبرتيز، اكتب هنا مثلا العنوان الاسم بتاعه، وطالما انا عامل ستايل علم علامة صح هنا، وادوس اختار نمط البيانات اللي هو الستايل اللي انا عامله. عايز اعمل ستايل جديد هدوس على نيو ستايل، وعلم علامة صح على كونتنت كنترول كان نوت بي ديليت، يعني محدش يقدر يمسحها، وادوس على اوكي. وزي ما قلنا لو عايز اعدل الاسم المكتوب من ديزاين مود، واكتب اللي انا عايز اكتبه، بكتب اللي انا عايز اكتبه. تمام. زي ما قلنا اما تاريخ الميلاد، لما اجي اضيف تاريخ الميلاد، التاريخ لما اجي اضيفه من حاجة هنا اسمها الديت. الديت لما بدوس عليه ودوست على بروبرتيز، فظهر معايا نفس اللي هو ظهر معايا بس زيادة، اللي هو بيقول لي انت عايز تغلي التاريخ ازاي واللغة والكلندر. طيب طيب لو عايز اعمل قائمة منسدلة، القائمة المنسدلة قلنا نعملها من فين؟ نعملها من حاجة هنا اسمها دروب داون ليست كونتنت كنترول. هنا لو عايز اعمل تشيك بوكس، الشيك بوكس اللي هو حاجة زي الذكر والأنثى كده، بمجرد ما اعلم عليه علامة صح. تمام. عملت هنا مثلا حاجة زي تشيك تشيك بوكس، اختار العلامة واروح على بروبرتيز، وظهر عندي تحت خالص الشيك سيمبل اللي هو الصحيحة، لو كانت صحيحة ايه الرمز اللي يظهر لي، ولو كانت ان تشيك سيمبل، لو كانت خطأ ايه الرمز اللي هنا بيظهر لي. فبختار من هنا الرمز اللي انا عايز احطه. تمام. بريك لحد الساعة 6 إلا 5 عشان الناس تصلي صلاة المغرب. بريك. تمام. باقي الناس تمام. تمام نكمل. طيب دلوقتي انا مثلا عايز اصمم شعار او لوجو. دايما الناس تتعود لما تيجي تصمم تصميمات مختلفة، سواء كانت تصميم شعار او لوجو، او تصميم سيرة ذاتية، او تصميم
شهادة تقدير أو تصميم البنرات والكروت الشخصية والفلاير والبروشور وغلاف الكتاب. دايما في التصميمات دي بستعمل الشيبس من قائمة انسيرت واختار شيبس، من قائمة انسيرت واختار شيبس اللي هو اشكال، اللي هو اشكال. تمام، كمثال عايزين نصمم مع بعض شعار او لو. هصمم حاجة بسيطة كده، اروح كمثال اروح ادرج مثلا الاوفال اللي هو السايكل دائرة، ادي ادرجت دائرة. تمام، اول حاجة هروح على الشيف فيل، هخليه نو فيل نو فيل. تمام، الاوت لاين مثلا هخليه اسود، لو عايز اكبر شوية الاوت لاين من الويبس هختار مثلا حاجة زي كده. خليه لون اسود. تمام، هروح برضو على الانسيرت شيبس، اختار اوفل اللي هو السايكل اللي هو الدائرة، واعمل دائرة تاني جوه دي، او انا هقف على الدائرة دي وادوس على حاجة اسمها كنترول دي فنسخ لي نسخة تانية من الدائرة. احاول على قد ما اقدر اجيبها عليها بحيث ان الاتنين يكونوا منطبقين على بعض. اجي على اي طرف من الاطراف وادوس على كنترول شيفت مع بعض، كنترول شيفت مع بعض، واسحب للنص كده شوية اهو. تمام، اهو الخطوة اللي بعد كده. يبقى اول خطوة ادرجت شيب، وبعد ما ادرجت شيب عملت له نوفل. ماشي، اروح على انسير اختار شيبس. انا عندي اختار السايكل اللي هو الدائره، عشان الدائره تطلع معايا مظبوط ادوس على شيفت واسحب بكليك شمال اهو، ابعادها كلها متساويه معايا. تظهر معايا قائمه فوق اسمها فورمات. فورمات هروح على حاجه اسمها شيب فيل واختار نو فيل، يعني انا مش عايز تعبئة للشكل ده، انا مش عايز تعبئة للشكل ده. وبعد كده بالنسبة للاوت لاين هختار اللون الاسود، او اختار اي لون انا عايزه. في الوايت اللي هو الوزن اختار مثلا اللي هو 4.25 بكسل. هروح مثلا يا اما من قائمة insert و shapes واختار برضو cycle واعملها بحيث انها تكون كد الدائرة دي، بس احنا قلنا shift من insert خد cycle. حلو، بحيث انها تكون كد ايه، احاول اظبطها بحيث ان تكون كد الشكل بتاعي. يا اما اقف على الدائرة دي واعمل منها حاجة، ادوس على كنترول دي كنترول دي اسحبها اخليها على الاقل في النص كده تكون جاي عليها باينة كأنها دائرة واحدة. باينة كأنها دائرة واحدة. بعد كده بروح على أي طرف من الأطرف وأدوس على كنترول شيفت، كنترول شيفت وأسحب عشان تطلع مظبوطة معايا، كنترول شيفت. طيب أنا حاليا عايز أعمل إيه؟ أنا عايز أدمج الشكلين مع بعض. حدد الشكل من بره وادوس كنترول، وحدد الشكل من جوه ادوس كنترول وما اسيبش ايدي من كنترول، يعني احدد الشكل الاولاني وادوس كنترول وافضل دايس على كنترول واروح احدد الشكل الثاني. اروح على قائمه فورمات من فوق وادور لحد ما اوصل على حاجه اسمها الرينج، واختار منيها جروب، اختار منيها هنا جروب. كده خليتهم الاثنين كجروب واحد. حتى لو جيت احرك هنا سلوت، احركها اهي
تتحرك كأنها شكل واحد. طيب ده بالنسبة مثلا لو عايز أعمل ختم ليا الشكل الخارجي. طيب لو عايز أكتب كلام أروح على insert من shapes، أختار حاجة اسمها text box، أو أختار من هنا text box، أقدر text box أكتب فيها اللي أنا عايزه. أكتب مثلا اسمي مثلا كمثال، روح على الهوم اظبطه، كبر خليه تايم نيو رومان، اضخمه شوية، كبر تمام، واروح على قائمة فورمات من فوق، وفي حاجة اسمها شيب فيل هخليها نو فيل، هخليها نو فيل، واروح على الشيب اوت لاين اخليها نو اوت لاين، واروح اخر حاجة على الشيب افكت، واروح على حاجة اسمها 3D روتيشن. هو لحظات انا مش هدرجها من هنا عشان مش ظاهرة معايا الاختيار انا عايزه، هدرجها من فين؟ امسحها الاول، اروح على انسيرت، شايفين اخر قائمة اسمها تكست، اختار منها تكست بوكس، واختار اي شكل لتكست بوكس عندي. ثواني انا بس لخبط، انا لو حتى هنا عملت التكست بوكس اهو، جيت كتبت الاسم اللي انا عايزه محمد رمضان محمود، كبرت زي ما انا عايز، ضخمت، غيرت نوع الخط خليته مثلا احمر، تمام، صغر شوية تكست بوكس من فورمات التكست خاصة بالتكست وليس بالفل بالشكل، أنا مش عايزها بالشكل الشيب، في فرق ما بين الشيب فل وما بين التكست فل، أنا عايز التكست فل، خليها نو، مش هلعب فيها خالص، لو خليتها نو كأنه مش ظاهر، أنا بس في الشيب فل أخليها نو فل، والشيب أوت لاين أخليها نو أوت لاين، وأروح على حاجة اسمها تكست إفكت تأثيرات النص، تكست إفكت. في حاجة اسمها ترانسفورم، ترانسفورم هدوس عليها واختار مثلا الشكل اللي هو عامل زي اللي هو الارك، تمام، هاجي احطه تحت هنا في الشكل، كبر زي ما انا عايز، شايف اللي بيحصل معايا، كبر كبر، حاول اظبطه، تمام، اظبط على قد ما اقدر الشكل اللي عندي. طيب اهو اعمل له دوران. طيب ادي عملت الاسم بدوران. طيب هروح برضو هعمل تكست من شيب، هختار تكست بوكس تاني اهو، اكتب فيه اي حاجة، اكتب فيه مثلا ميد كورسز، واروح في الهوم اكبر وصغر زي ما انا عايز، خلي اللون ماشي، خلي نفس اللون مفيش مفيش مشكله، خلي دي او 20، اروح على فورمات من فوق، اول حاجه الشيف فيل خليه نو فيل، والشيب اوت لاين نو اوت لاين، مش هاخد الشيب افكت، انا مش دعوة تأثيرات الشكل، انا عايز تأثيرات النص، تأثيرات النص تكست افكت، واختار ترانسفورم، اختار مثلا اخليها من تحت او اخليها من فوق او اخليها جاية كده الشكل اللي انا عايزه، هاجي اخليها هنا مثلا، خليتها من تحت،
وأكبر وأصغر زي ما أنا عايز، أكبر وأصغر زي ما أنا عايز، أكبر وأصغر زي ما أنا عايز أهو، أكبر وأصغر زي ما أنا عايز، أحاول أظبطها على قد ما أقدر، خليها كده. النقطة هي برتقالية. طيب لو جيت أضفت شيب زي ده، خليت نوفل أو خليت له فيل أو زي ده، جيت عملت كنترول دي تاني، اخترت اللي غيره، رحت على الروتيت خلاها هوريزنتال، كأنها عاملة زي شكل 3D مثلا. ده مثلا يعني كمثال، يعني اللوجو بتاعي يعني انفورمات اخليهم جروب، اخده زي ما هو اخليه مثلا في المنتصف، خليه في المنتصف. انا بامكاني الشيب اعمل منيه كذا حاجه، الشيب ممكن اعمل منيه كذا حاجه، تمام. الشيب انا ممكن اتحكم فيه، اروح على انسيرت برضو من شيبس، اختار مثلا شكل زي ده، احاول اخليه كده هنا، اختار لون زي ده، انسخ تاني. النقطة البرتقالية دي هي برضو تلعب في الشكل، يعني برضو في اعدادات الشكل، في اعدادات الشكل ممكن هي ملهاش. اختار انا شيب تاني من عندي، اختار مثلا اللي هو حاجة زي كده. ده لو عايز ارسم رسم يدوي، ادور انا اشوف الشكل اللي انا عايزه، اختار مثلا زي الشمس اهو، اغير اللون اخليه لون كده اهو، فاتح شوية، اظبط زي ما انا عايز، اظبط الشكل زي ما انا عايز. كنترول دي عشان اخد مني نسخة تانية اهو، جيت كمثال كنترول دي برضو خليه هنا، كنترول دي ناخد نسخة منه خليه نسخة هنا. طيب انا عايز اكتب ايه تاني؟ اشوف لو عايز اكتب حاجة تاني، لو مش عايز اكتب عايز اسيبه كده برضو مفيش اي مشكلة. طيب ما انت عشان تخليهم كلهم جزء واحد حددت بتحدد كل شكل. انا ادي الشكل الخارجي حددته، اروح احدد الشكل من جوه، احدد الشكل التاني، احدد كل الاشكال، كل الاشكال اللي عندي، كل الاشكال اللي عندي احددها، واروح على جروب واخليها جروب عشان احدد اللي هو الخاص بالتحديد اللي هو كنترول، اللي هو كنترول احدد على اول شكل، بعد كده بدوس كنترول واروح احدد على الشكل التاني، اروح احدد على الشكل التاني، احدد على الشكل التاني. انا مش عايز ده، من هنا كنترول دي، كنترول دي، كنترول دي،
فده زي مثلا شعار او ختم انا عايز اعمله ليه، شعار او ختم عايز اعمله ليه، دي حاجة بسيطة بس كل واحد ممكن برضو يعمل حاجة تانية من عنده، كل واحد ممكن يختار حاجة من عنده. توضيحا للناس، بس توضيحا للناس، توضيحا للناس، توضيحا للناس. انا الشيبس اشكال اي شكل استعملته مفهوش اي مشكلة، مفيش اي شكل في اي مشكلة. توضيحا للناس انا مش قاصد حاجة، كلها دي اشكال انا بستعملها عادي، تمام، كلها دي اشكال انا بستعملها عادي ايا كان الشكل ايه اللي انا بستعمله، تمام. نكمل، كمل المحاضرة بتاعتنا. كمل المحاضرة بتاعتنا، تمام. بس عشان اعمل التفاف للنص زي ما قلنا بعمله التفاف ازاي، من قائمة فورمات بروح على تكست افكت ومن ترانسفورم وبختار الالتفاف اللي انا عايزه. اهو اشكال كتير للالتفافات اهي، بس عشان مثلا اعمل زي لوجو ليا من الشيبس اشكال، اشكال عملت حاجة زي كده مثلا كمثال، جيت من برضو insert shapes اخترت حاجة زي كده، شايفين اللي بيحصل لما بختار المربع البرتقاني، اخترت ده اهو كبر الصغر زي ما انا عايز اهو، تمام. طيب انا عايز اخليهم الاثنين شكل واحد، حد الشكل الاولاني وادوس على الشكل الثاني كنترول، وادوس على الشكل الثاني واخليه جروب، خليه جروب. يعني دي كلها حاجات بسيطة انا ممكن استعملها، دي حاجات بسيطة. الشيبس انا ممكن اعمل بيه كذا حاجة، الشيبس ممكن اعمل بيه كذا حاجة اهو، انسق وظبط زي ما انا عايز. شيبس انا ممكن اعمل بيه كذا حاجه، فدي الطريقه اللي انا بصمم بيها مثلا شعار، عايز اصمم لوجو برضه بصممه عادي بالاشكال بالشيبس اللي عندي، اشوف انا نظرتي ايه او انا عايز اصمم ايه بالظبط، على اساسه ببتدي اصمم الشكل اللي انا عايزه من الشيبس، من الشيبس. حاجة حرة زي كده اهي، اهي تم ادراجها. شيفل اخليه مثلا اهو، برضو دي كلها حاجات حرة انا ممكن استعملها، من insert shapes اضيف اللاينز هتلاقي فيه خطوط حرة كتير. شايفين اللي بيحصل، ممكن استعمله كخطوط. جيت بدأت، جيت قفلت، بعد كده رحت اخترت شكل حر. دي كلها حاجات انا ممكن اعملها، تمام. طب جيت هنا مثلا عايز اصمم شهادة، تمام، اشوف انا عايز اصممها بالطول او بالعرض، هروح على اللي اوت، اللي اوت اختار الاورينتيشن، بورتريت لو عايزها افقي، عايزها راسي او عمودي، لاند سكيب لو عايزها افقي،
انا عايز مثلا لاندسكيب، هعمل لها هروح على ديزاين اعمل لها بوردر، بيج بوردر، اختار البوردر اللي انا عايزه، دوست اوكي، فقت اعمل لها حدود. تمام، هذا وقفت هنا، اروح على insert shapes مثلا، هختار شكل زي ده مثلا، انا هصمم شهادة اهو، انا بصمم شهادة، اختار الشكل اللي انا عايزه، الشكل اللي شايفه مناسب، اخترت مثلا الشكل اسود، خدت نسخة تاني منه مثلا، بس انا مش عايزه كده، انا عايز اعمله روتيت، اخليه فيرتيكال، ولا اخليه مثلا لو خليته هوريزونتال، انا هحاول اظبطه على قد ما اقدر مثلا اهو. طب لو صغرته شوية، برضو المناسب اللي انا شايفه مناسب، خليه لون تاني، اديله لون زي ده اهو، ادمجه مع ده، اروح على جروب كنترول دي، اروح خلي هذه اخليه هنا فوق خالص، اختار هنا اخليه علم عليه من روتيت، اخليه هوريزونتال، تمام. اي في الانسيرت اختار شيبس، اختار مثلا شكل زي ده، وهكتب سيرتيفيكيت، كبرت انا الشكل الخارجي من بره، عايزه مثلا اجي هنا اكتب اي حاجة باللغة الانجليزية، او اشوف انا التصميم اللي انا عايز اعمله كشهادة، اي تصميم انا شايفه مناسب. كمثال مثلا هقول ده سيرتيفيكيت ذات، يعني الشهادة لمين؟ ذات اللي في المنتصف، اللي مثلا تايم نيو رومان، كبر الخط شوية، او صغره مفيش مشكله، يعني اللي انا شايفه مناسب مثلا حاجه زي كده. انزل هنا تحت اكتب الاسم محمد رمضان، على فكره مش لازم بنفس الشكل اللي انا مصممه، يعني انا من الشيبس ممكن اعمل كذا حاجه، انا بعمل حاجه بسيطه عشان الناس تعرف ازاي بتتعمل. اقرر
اكبر خط شوية، خليه مثلا باللون الاحمر بولد، تمام، دوس انتر، ايربورت، تمام. اقول هاز، خليه برضو نفس الخط ده اللي هو 24، خليه 24، نقول هاز successfully. تمام completed. completed the course. وسمي اسم الكورس هنا مثلا مايكروسوفت سوفت اوفيس دبلوما، سوفت اوفيس دبلوما. برضو ممكن ادي لها بولد، دي اللون ده، كبر، تمام. This is an تبقى 200 hours course، ده 24 برضو. بعدد ساعات القرص 200 ساعة، أنا هقول له عايز 200، which content of، بيحتوي على إيه بقى؟ تمام. بص هقول وورد باور بوينت سيل اكسس، اوت لوك بروجكت publisher form ISO teams. ايه تاني معانا وورد باور اكسل اكسس او بلوك بروجكت بلشر فورم ايزو تيمز، تمام، فورم ايزو تيمز، تمام. انفو بس الانفو بس و الوان نوت و شير بوينت،
شير بوينت. ما عملتش حاجة على فكرة في الشهادة، أنا مجرد أن أنا بكتب بس، يعني أنا أدرست شكل من عندي هنا أهو، رحت على insert shapes أدرست شكل عادي، وبرضه هنا ده شكل، وجيت كتبت هنا في المنتصف، جيت هنا بقى برضه كتبت كتابة، أنا ما عملتش حاجة يعتبر في الشهادة. كاتب الأوت لوك تمام، يبقى هي الدبلوم تحتوي على البرامج دي كلها. بعدد ساعات 200 ساعة، طيب أحاول أصغر زي ما أقدم أقدر تمام. أجي بعد كده طب بس هو سؤال، يعني الناس اللي بتسأل فاضل قد ايه على المحاضرة او الكلام ده، يعني عنديش رد، عنديش رد. المحاضرة لحد الساعة 7، المحاضرة لحد الساعة 7، فيا ريت يعني اللي عايز يحضر يكمل معايا لحد الساعة 7، المحاضرة لحد الساعة 7، فما اكونش انا شغال ويجي حد يسأل على موضوع المحاضرة او على موضوع الحضور والغياب. الحضور والغياب آخر المحاضرة، آخر المحاضرة بعد ما نخلص هتواصل معاكم الباشمهندس. وبالنسبة لميعاد المحاضرة، احنا متفقين من أول يوم إن المحاضرة من الساعة 5 للساعة 7، فياريت الناس تركز معايا دلوقتي في الشغل، وبعد كده موضوع المحاضرة فاضل لها قد إيه، أو موضوع الغياب والحضور الناس في الآخر تسأل عليه، يعني ده بعد إذنكم تمام. طيب يعني احنا حتى كان المفروض هنصمم، فاضل لنا تصميم السيرة الذاتية كان المفروض نصممها النهاردة، بس مش هنلحق نعملها، فانا هصمم الشهادة دي وهصمم شهادة تاني عشان الناس تعرف تصميم الشهادات ازاي. طيب اجي هنا مثلا هكتب الديت اللي هو التاريخ، ادوس على مسطرة، اجي جنبه شوية اكتب استراكتور اللي هو المحاضر، اكتب هنا جنبه مثلا المانجر، المدير، هعلم على الديت، اروح على اليو دي احط تحتها خط مثلا استراكتور نفس الحكاية، المانجر نفس الحكاية، خلصت. انزل شوية، انزل على الديت، احاول اخليها في نفس الصفحة، احاول اصغر شوية على قد ما اقدر الخط تمام. اجي هنا عند الديت اكتب التاريخ، احنا نسينا نكتب في الشهادة مثلا this is a 200 hours 200 to 100 hours course from 26/12/2020 to، يعني كمثال مثلا مثلا سيدنا محمد حد
كمثال يعني 26/5/2021 أنا بحدد عدد الساعات وبحدد ده كان من إمتى لإمتى وبحدد المحتوى نفسه. لو عايز أعمل شهادة يعني فعلا محترم أهو حاجة زي كده، أنا بحدد له الموعد تمام. جينا في الديت هنا تاريخ بتاع إصدار الشهادة، تاريخ إصدار الشهادة كمثال كان يوم 12/6/2021، 12/6/2021 انستراكتور محمد رمضان، بعد كده المانجر باشمهندس عمر سليم. طيب جيت حددت على كلمة عمر سليم ورحت على نوع الخط، حاول اختار نوع خط مثلا عامل زي خط الرقعة كده تمام، اختار اي نوع خط، ادور على نوع الخطوط، اخترت نوع زي ده تمام. صغرت شوية حددت كلمة عمر سليم مع كلمة محمد مثلا، رحت على النوع أدور على نوع خط كده أنا شايفه مناسب للإمضة، لو اخترت مثلا حاجة زي كده اه. ما هو بص، هو انت هنا في الاسماء طبعا هتستعمل اللي هو الميلينج زي ما احنا عملنا من سيلكت ريسبنت ويوز ان اكزيستنج ليست، وتكون عامل قائمة بالاسماء عندك على الجهاز وتدوس اوكي، بعد كده هتظهر معايا القائمة بتاعت الاسماء تمام. طيب آه، وطبعا احط اللوجو، يعني لو عايز احط اللوجو ممكن اللوجو يتحط هنا تحت، يتحط فوق، ممكن ما احطش اي شيبس واحط مكان اللوجو مثلا. مفيش مشكلة يعني ممكن احط اللوجو عادي في اي مكان، ده تصميم بسيط. طيب انا مثلا هنا انا عندي حوالي 100 واحد عايز اعمل لهم شهادة، انا لسه هكتب همسح واكتب، لا انا هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ هروح على افتح صفحة وورد فاضية وادرج فيها قائمة اسماء من تيبل، القائمة دي عايز اخلي فيها مثلا الاسم والتقدير، او الاسم بس يعني مش لازم اسم والتقدير، الاسم بس احنا محتاجين نغير في الاسم بس، لو عندي تقدير بعمل التقدير عادي هنا، انا هخليها الاسم بس، هو الاسم بس تمام، اظبطها زي ما انا عايز.
هكتب الاسم كمثال محمد ضان، او اكتبه بالانجليزي. أنا درست قائمة أسماء ورحت حفظت قائمة الأسماء دي على سطح المكتب أو على أي مكان بأي اسم أنا عايزه، دوست سيف ورحت على الشهادة ورحت دوست على سيلكترز بين واختار يوز أن إكزيستنج ليست من دوست كتب وأختار الاسم وأدوس أوبن. أدوس أوبن. أنا هنا مكان الاسم عايز أروح على، بعد كده أروح على حاجة اسمها انسيرت ميرج فيلد، اختار الاسم، اختار الاسم، اختار زد، اروح على انسيرت ميرج، اختار الاسم، بعد كده ادوس بريفيو ريزلت، فكده تم عرض النتائج. عايز الاسم اللي بعده، ادوس على نيكست ريكورد، اهو الاسم اللي بعده، اسم اللي بعده، اسم اللي بعده، اسم اللي بعده، وهكذا. عايز اطبع في الاخر، ادوس على فينيش ميرج، هختار برينت دوكيمنت. طيب لو في اسم عايز ادور عليه من فايندرز بنت، واكتب هنا الاسم وهنا نوع الحقل. ايه بالنسبة لي، وعايز اعملها عن طريق الميلينج، عن طريق الميلينج عايز اعمل لها مثلا الشهادة نفسها، عايز اعمل لها شكل، اروح على ديزاين، اروح مثلا عايز اعمل لون، ادي اهو دي كلها الوان مش عاجبني، اروح على فيل افكت من تكتشر، اختار لون زي ده، دوست اوكي، ادي شكل الشهاده اللي انا اقدر اشتغل. الشكل ده مش عاجبني مثلا كمثال، اشيله احط مكانه حاجه تاني زي سايكل، سايكل اهي، اعمل منها نسخه تانية السايكل دي، اديها لون تاني، ادمجهم مع بعض من جروب، خليهم جروب واحد، كنترول دي، اختار مثلا شكل تاني هنا اهو. فانا كده عملت شهادة بسيطة وسهلة عن طريق الشيبس. والله ايه اللي يريحك، على حسب ما كل واحد بيشتغل. يعني في الميلنج انت في السيلكترز بنت، لو عايز تعمل قائمه خارجيه هختار يوز ان اكزيستنج ليست، اما لو عايز تعملها من على البرنامج نفسه هتدوس تايب ا نيو ليست وتكتب اهي القائمه عندك، اهي تعمل اللي انت عايزه هنا في القائمه. عايز خلصت اول صف وعايز ترفع الصف اللي بعده اختار نيو انتري. طيب لو عايز اظبط ال القوائم اللي عندي، ادي التايتل، فيرست نيم، لاست نيم، كومباني، لو كومباني عايز اخليها في الاول خالص ادوس موف اب، لو عايز انزلها من موف داون، عايز امسحها من ديليت، لو عايز اضيف قائمه تاني من اد، واكتب القائمه اللي انا عايز اضيفها، احذفها من ديليت، اغير اسمها من رينيم. دي لو قائمه داخل البرنامج نفسه، قائمه داخل، قائمه داخل البرنامج.
احنا عملنا النهارده صممنا مع بعض شعار بسيط كده، صممنا مع بعض شهادة تقدير بسيطة. وانت بمجرد ما انت لما تيجي على الميلينج، بمجرد ان احنا بندوس فينيش اند ميرج وبرنت دوكومنت، فهو كده بيطبع لك تلقائي كل اسم ورا التاني، بيطبع لك كل اسم ورا التاني. طب لو انا عامل قائمة، هو كده بيطبع لك كل اسم ورا التاني، تمام؟ طالما انت هنا عامل قائمة ميلينج، فهو بيطبع لك كل اسم ورا التاني. انا لو خليت اهو رقم واحد ودوست على فينيش وميرج واخترت برينت دوكيمنت، فهو هيتبع تلقائي الاسم رقم واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وهكذا على حسب الاسماء اللي انا عامل. لو بيقول لك اول، بقول له اه اول بس، وبعد كده دوس اوكي فهيطبع لي كل اللي انا عايزه. دي شهادة بسيطة، شهادة سهلة. ممكن نعمل كذا شكل للشهادة، يعني مش شرط الشكل اللي أنا عملته ده، كل واحد على حسب التصميم اللي شايفه مناسب ليه. ده تصميم بسيط للشهادة، تصميم بسيط لشهادة التقدير. زي ما قلنا هنا، لو عايز أعمل شعار أو لوجو، ده يعتبر شعار بسيط أو لوجو بسيط. برضه ممكن، لا ده لو عايز استعمله كختم ليا برضه عادي مفيش مشكلة، ممكن برضه ختم. قلنا احنا عشان اعمل شعار او لوجو او فلاير، اللي هي التصميمات، شغل التصميمات كله، بس بشتغل على ايه، على الشيبس، الاشكال دي ممكن اعمل منها كذا حاجة. ممكن اعمل بيها بانر، فلاير او بروشور، غلاف كتاب، كارت شخصي، السيرة الذاتية برضو عن طريق الشيبس، شعار او لوجو، ده كله انا ممكن اعمله عن طريق الشيبس. فان شاء الله باذن الله المحاضره العاشره، المحاضره الجايه هنصمم مع بعض غلاف كتاب، كارت شخصي، وفلاير وبروشور وبانر، ونصمم مع بعض سيره ذاتيه، نصمم مع بعض سيره ذاتيه بسيطه، تمام، من طريق الشيبس. لو عايز احط برضو هنا داخل الشعار اللي انا عامله، ممكن بكتشر، عايز احط صوره عادي احط صوره، مفيش اي مشكله. لو عايز اضيف صوره، طيب خلينا مع بعض كده، انا عايز اصمم سيره ذاتيه، يعني خلينا الناس تفكر هنصممها ازاي. يعني مثلا لو جينا على الشيتس وجينا مثلا اخترنا شكل اللي هو المستطيل، حلو، جيت هنا وقفت فضرش في الجنب كده شكل مستطيل، احاول على قد ما اقدر اهو اغير اللون من هنا، اختار لون زي ده اهو، طيب اظبطه واخليه ورا شوية، الصورة بحطها هنا واحطها هنا زي ما انا عايز. اجيب مثلا insert picture this device، اختار الصورة زي دي كمثال عشان احركها من wrap text، وادوس throw احرك فيها زي ما انا عايز اهو، تمام، خليها فوق الشكل هنا اهو، خليها مثلا behind text كده خلف النص، top and bottom، عايز احركها لأعلى شوية، خليها كمثال هنا، اهي كمثال الصورة. عايز اكتب مثلا نص او كده، بروح على اكتب انا النص، حدد النص اللي انا كتبته، كنترول اكس مثلا، واجي هنا دوس كنترول في، ادي الكلام اللي انا كاتبه، او مش شرط، ممكن مثلا من شيبس اختار تكست بوكس،
وادرج بوكس هنا واكتب فيه اللي انا عايزه، اكتب فيه مثلا الاوبجكت او الكونتنت، كونتاكت جهات الاتصال، كونتاكت اللي هو جهات الاتصال، نشيل فيل اخليه نو فيل، نشيل اوت لاين اخليه نو اوت لاين، لون نفسه اغير فيه زي ما انا عايز، كبر وصغر، حرك الكونتاكت هنا، وهكذا باقي الكلام اللي انا عايز اكتبه. ده لو عايز اصمم سيره ذاتيه صح. اما المحتويات اللي داخل السيره الذاتيه ايه بالظبط، انا هاخدها ان شاء الله على المحاضره الجايه. الناس حاول تجرب مثلا تصمم شعار بسيط، او يحاولوا يصمموا شهاده تقدير، او يحاولوا يصمموا سيره ذاتيه بنفس المنوال ده. يا ريت يا ريت اي حد يصمم، يعني انا مش هطلب تاسك من الناس، مش هجبر الناس انها تعمله، تمام؟ بس اتمنى ان الناس تصمم لي، مش هنزل تاسك عليه، مش هنزل تاسك عليه، تمام؟ مش هنزل تاسك عليه. كل انا عايزه من الناس اللي يعمل حاجه يبعتها لي برايفت، عايزه بس الناس تعمل ايه. اول حاجه رقم واحد تصميم، تصميم اللي احنا خدناه من النهارده استمارة بيانات عن طريق قائمة الديفلوب ديفلوبر. تاني حاجة تصميم شعار أو لوجو. رقم أربعة تصميم شهادة تقدير. رقم خمسة، رقم أربعة تصميم سيرة ذاتية. أتمنى ده اللي خدناهم إحنا محاضرة اليوم، عرفنا إزاي نصمم استمارة بيانات، صممنا شعار ولوجو مع بعض، صممنا شهادة تقدير والسيرة الذاتية، قلنا خطوات بتاعتها ومحتاج إن الناس تفكر فيها وتعملها أهي. أنا أديت لكم مفاتيح الحاجات اللي إحنا ممكن نستعملها في. أنا عشان أكتب حاجة داخل النص أختار مربع نص من insert، بعد كده أختار من shapes text box وأكتب اللي أنا عايزه بداخله. ممكن برضو بره لو عايز أكتب حاجة من text box مفيش أي مشكلة، مفيش أي أدنى مشكلة. وعلشان أحفظه أنا بعت لكم موقع إزاي تحفظوا اللي أنتوا عاملينه كصورة، إزاي تحفظوه كصورة. تمام، باشمهندس محمد محمود رمضان اتفضل. وعليكم السلام. الشخص مش كنت قلت قبل كده ان بالنسبه للسي في او السيره الذاتيه في التمبلتس موجوده، في ممكن تمبلت سيره ذاتيه، يعني متهيألي الافضل ان انا استخدم تمبلت من الباجات اللي انا تبقى زي ستاندرد. هو في تمبلت جاهزه، لو رحت على قائمه فايل هتلاقي فيه، لو دوسنا على مور تمبلت، تمام، مور تمبلت، هتلاحظ ان تحت في حاجه اسمها ريزيوم اند كفر ليتر، ريزيوم اند كفر لتر، ادوس عليه ودي كلها سير ذاتيه جاهزه في الوورد اهي. دي كلها ممكن احنا نستخدم واحده من دي لانها بتبقى زي فورمات ستاندرد، ما اعرفش انا احط سيره ذاتيه تبقى شكلها مثلا مبهرجه، احط فيها اشكال كتير شكلها يبقى بيضحك، يعني الحاجات دي بتبقى فورمات لا لا لا، السيره الذاتيه يفضل ان هي ما يكونش فيها اشكال كتير، هو بيهتم اكتر بالكلام الموجود داخل السيره الذاتيه، لكن انا احط فيه شكل وصوره وصور كتيره لا، يفضل لا. فهو احنا يا اما نعم، بالنسبه كمان اللي بيسال ادراك توقيع، مش انا ممكن اخد التوقيع بتاعي مثلا اعمل له سكان، يعني امضيه على ورقه واعمل له سكان وبعدين على اي شهاده او كده اروح واخده كانسيرت فوتو، يبقى بحط التوقيع بالظبط بالظبط، مش اي مشكله بالظبط. وممكن برضو عن طريق قائمة insert يدور على حاجة اسمها signature line، توقيع signature line، تدوس عليه تدوس على add signature service، هيفتح معاك ايه زي موقع انترنت تكتب عليه التوقيع بتاعك، او في روابط انا ممكن ابعتها لكم او بعتها لكم قبل كده
ممكن اكتب اسمي مثلا في الموقع ده والموقع ده يعمل لي التوقعات اللي انا يعني باشكال مختلفه. انا ممكن اخد التوقيع ده واعمل له كوبي بيست في الوورد او عن طريق ساينتشر لاين، واختار لو اخترت مايكروسوفت اوفيس ساينتشر لاين هتظهر معايا القائمه دي. لا بس اكتب دي بتحط اسمي والبوزيشن، يعني انا قصدي اللي بيسموها الايه الاكلاشيه، عارف اللي هو تمام. بيبقى كل واحد له اكلاشيه كده، فانا قصدي ان انا اعمل لها سكان واحطها اعملها كفوتو، وبعد كده في اي ليتر او في اي حاجه احطه كانسيرت فوتو، على اساس يبقى الورقه لما اعمل لها طباعه تنزل كانها ممضيه. مفيش أي مشكلة، مفيش أي مشكلة، صحيح مفيش أي مشكلة. بس في الحالة دي ممكن أعمل إيه؟ لو جيت عملتها كام سكانر مثلا ولقيت فيها خلفية، لقيت فيها خلفية هتلاقي مثلا ظاهرة خلفية سوداء أو أيا كانت الخلفية اللي ظاهرة، فأنا عايز أشيل الخلفية اللي من ورا. إحنا قلنا إحنا إزاي نشيل الخلفية من ريموف باك جراوند. بمجرد ما أنا أدوس على ريموف باك جراوند أشيل الخلفية زي ما أنا عايز أهو، أحاول أظبطها بحيث إن أنا الخلفية اللي من ورا كلها متشالة، تكون ظاهر التوقيع بس او ظاهر الحاله اللي انا عايزها تكون موجوده بس اهو. تمام. كنت بصراحة على طيب برنامج البينت وأقعد أمسحها، أي حاجات نقط أو حاجات بمسحها بالبينت مفيش مشكله، بالتفصيل. مفيش مشكله، صح برضه. انا ممكن استعمل وورد، ممكن استعمل البنت، مفيش فيها مشكله. كده كله في الشغل بتاعك. هو بس بالنسبه لموضوع تصميم السيره الذاتيه، يعني الناس يعني مش متعود بس عليها، يعني مجرد تصميم شكل، انا مش عايز المكتوب جواه. نور الدين عيد، اتفضل. اتفضل يا باشمهندس. اتفضل يا باشمهندس مع حضرتك. هو السلام عليكم. عليكم السلام. هو في تصميم الشهادة، تصميم الشهادة ايه حضرتك ترجع لها ثانية؟ تصميم الشهادة، حاضر. هل بين الخطين الحمر دول تقدر احط اي لون، او الخطين السود دول؟ كان يعني بالظبط لا مش في الشهادة، سوري اللوجو، اسف. البيت. يعني هل اقدر اعمل فيل يعني بين اللي بين اه بالظبط، الدائرتين؟ هذا انا وقفت عليها. تفضل. تمام. لو رحت على فورمات في حاجه اسمها شيب فيل، شيب فيل، اختار اللون اللي انا عايزه. انا عايز اقف على الشكل الخارجي من بره، وقفت على الشكل الخارجي، كل ما اقف بيوقفني على الكلام اهو، عايز اعمل له فيل. شايف اللي بيحصل؟ بروح على هتظهر معايا قائمة اسمها فورمات، وبختار شيب فيل، وأحط اللون اللي أنا شايفه مناسب، أختار اللون المناسب. ممكن أختار تكتشر، أختار لون زي ده من شيب فيل. لا ربنا يخليك يا باشمهندس روماني، الله يخليك. هو انا مش قصدي حاجه والله، يعني اتمنى الناس ما تزعلش مني، بس الفكره نفسها يعني طالما شغالين محاضره نخلص المحاضره، والوقت احنا متعودين ان احنا ساعتين، يعني قلنا للناس نزود ساعتين، الناس جات اكتر من ساعتين هيكون صعب. نزود مثلا 3 ايام في الاسبوع، 3 ايام برضو بالنسبه للناس اللي بتشتغل والناس اللي بتدرس هيكون صعب. فاحنا اخذنا حل اوسط، ان هو 2 يوم في الاسبوع وساعتين في كل مرة، اللي هو السبت والثلاث، السبت والثلاث. طيب بالنسبة ان في حد بيقول ان الجروب مش شغال معاه، ليه مش هيشتغل معاه؟ انا لو دوست انسيرت وشيبس واخترت مثلا شكل واحد بس، شكل واحد بس، ورحت على الجروب هتلاقيه مش متفاعل معاه. هو من اسمه جروب، يعني انت عايز تدمج اشكال كلها تخليها شكل واحد، فانا ادي معايا شكل تاني
برضو انا كده معايا شكلين، بس انا اللي محدده شكل واحد بس. اروح اعمل كنترول وادوس على الشكل الثاني، هتلاقيها اتفعلت معاك، هتلاقيها جروب اتفعلت معاك. تلاقي جروب اتفعلت معاك. ده برضه تصميم بسيط كده كشعار أو زي ختم. هي هنا تصميم الشعار أو اللوجو، تصميم شهادة التقدير أو السيرة الذاتية، حتى برضه تصميم الغلاف بتاع الكتاب، وتصميم الكارت الشخصي والفلاير والبروشور والبانر، ده كله أنا بصممه عن طريق الشيبس، عن طريق الأشكال، تمام؟ بس طبعا البانر بكل مقاسات معينة. هنعرف ان شاء الله مقاسات البانر المحاضرة القادمة، هنعرف مقاسات الفلاير والبروشور، هنعرف مقاس الكارت الشخصي، لو عايز اعمل كريدت كارد اعملها ازاي، لو عايز اعمل مثلا كارنيه، هنعرف مقاسات الحاجات دي كلها. هي الفكرة كلها واحدة، بس الاختلاف بيكون في المقاسات، مجرد ان هي مقاسات.